عزيزي المشاهد، برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، تلميذ لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه، وبيدعوك أنك تكون له تلميذ. تلميذ مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة، لكن تلميذ معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح، تسمح له أنه هو يعيش فيك. وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة، مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعها، مجموعة من كنيستك، من المؤمنين اللي حواليك، تجتمعوا مع بعض، تسمعوا مع بعض، تصلوا مع بعض، تشجعوا بعض أنك تطبقوا الحياة ديت وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيكم. صلاتي أن ده يتحقق معاك. أمين. عزيزي المشاهد، أحبائي، أرحب بكم في حلقة جديدة في مدرسة المسيح، في رحلتنا بالذات في هذا الجزء اللي بنتكلم فيه عن تربية الأولاد. وصلنا في الرحلة بتاعتنا ديت إلى المرحلة الحاسمة الهامة جدا في عمر الإنسان بوجه عام، اللي إحنا بنسميها مرحلة المراهقة، اللي ممكن تبدأ من سن 11 بالذات عند البنات إلى سن 18 أو 19، أو من سن 12 إلى 18 أو 19 عند الأولاد. وقلنا إن التحدي في المرحلة دي هو الهوية، وإن الإنسان في المرحلة دي كأنه بيتولد مرة تانية، بيعيد اكتشاف نفسه، وإن في أربع حاجات كبيرة جدا بتأثر عليه تأثير هائل في قضية الهوية ديت: الهوية العمرية، هوية الجنس الجندر، هوية الشلة، هوية الميديا، تأثير الميديا على فين القيم وفين المبادئ ومين البطل ومين الشخص اللي أتمنى أني أكونه والدور اللي أتمنى أن ألعبه في الحياة. وقلنا أن لازم أبقى فاهم هذا الصراع اللي هو بيمر فيه وهذه الأزمة، لأن دي اللي هتفسر لي حاجات كتيرة قوي. العنوان الثاني: إيه المظاهر اللي بتورينا المشكلة دي؟ في مشكلة بتبان في إيه؟ احنا قلنا في مشكلة كذا 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 كذا، بنشوفها ازاي بقى؟ ايه المظاهر اللي بتبين ان عنده مشكلة، ان الصراع ده موجود في حياته، ان هو مش راضي، ان هو باحث عن الهوية، انه داخل في هذه العاصفة بشكل او باخر؟ مظاهر المشكلة في مرحلة المراهقة، مظاهر المشكلة في مرحلة المراهقة: انه عنده تناقض في المشاعر، هو عايز يرفض سيطرة الكبار لأنه عايز يبقى كبير، والكبير بيعامله إيه؟ أنه عيل، فهو رافض هذه السيطرة، الاستقلال التام أو الموت الزؤام. في نفس الوقت هو ما عندوش الخبرة، محتاج إرشادهم ومحتاج توجيههم، محتاج النصيحة. بس لو راح ياخد النصيحة ده معناه أني أنا هسمع الكلام، أنا مش عايز أسمع الكلام، أنا محتاج النصيحة بس مش عايز أسمع الكلام. فالمعاناة دي في تناقض المشاعر اللي جواه. الحاجة التانية اللي بيعملها وبتبان عليه انه عمال يختبر حدود السلطة، لغاية فين مسموح لي، وكل شوية عايز يعمل ايه في الحدود ديت، عايز يزقها، عايز يوسعها، عايز يكسر كل الحيطان، وعايز يكسر كل الحدود اللي احنا وضعناها له لغاية المرحلة ديت. فكل شوية بيتحدى السلطة ديت وبيحاول ياخد أكثر مما كان مسموح له من قبل. وفي نفس الوقت هو محتاج للحدود دي، لأن بدون الحدود بفقد الإيه؟ الأمان. لازم يبقى عندي حيطان، مش عايز أبات في الشارع، أنا محتاج للحدود. بس هو في ثورته عايز يعمل إيه في الحدود؟ عايز يتحداها ويزقها بعيد، وده صراع تاني بيبقى جواه. ثلاثة: الراجل ده أو البنت دي بسبب الهرمونات ديت، وزي ما شفنا في الفيلم، في عنده تقلب هائل في المزاج، وتجيله كده باوت، بتجيله عاصفة من الحزن، وتلاقي عمالة، وتلاقي بالبنات عمالة تعيط، مش عارفة بتعيط ليه، مش عارفة تعيط، ومضايقة جدا، مش طايقة دبان وشها، وجزء بسبب الانشغال الهائل بالمظهر الخارجي. مظهري من بره بقى مهم قوي عندي، طبعا معروف ليه مش كده، لان مظهري ده هو كبنت هيخلي الولد يعني يتلوح، مظبوط، واللي هيخلي برضو البنت هتبص لي انا كولد، فبقى عندي اهتمام كبير قوي بمظهري، بشكلي، باللي من بره، مش
مش اللي من جوه. واللي من بره زي ما اتفقنا الشعر بيطلع والحبوب بتطلع وكله بيطلع، واخد بالك؟ كل حاجه عماله تطلع، هنشوف افلام كده كله عمال يطلع. فطبعا الدنيا اخر لخبطه. حاجه تانية جدا مهمه جدا من الـ من الـ من المظاهر المهمه اللي بتفهمنا طبيعه المرحله دي، انه رافض كل حاجه مزيفه. رافض المزيف، بيتعامل بازدراء شديد مع كل ما هو ليس حقيقي وكل ما هو قديم. في حاجتين هو مش قابلهم، القديم والمزيف. واحنا بنحب الايه؟ القديم. احنا بنحب القديم، تمام؟ وفي الاجتماعات عايزين نرنم الترانيم بتاعتنا بتاعت زمان، فاهم؟ هو يبص لنا كده يعني ايه اللي بترنموه ده؟ ايه ده؟ ايه الموسيقى بتاعتكم ديت؟ يعني هنتشل، يعني هيبقى بيتشل. فهو ضد القديم وضد المزيف. عشان كده كل ما انا كأب وام حقيقي حقيقي جنون حقيقي، كل ما هيحترمني. لو انا مزيف انسى، هيطلعك بره حساباته، لانه لا قابل المزيف ولا قابل الايه؟ القديم، وعايز الجديد. الجديد الجنون، الجديد الحقيقي. في المرحلة دي زي ما قلنا بيبتدي يبعد عن القديم بابا وماما، ويروح للي زيه الفانكي البانكي اللي هم مش فارق معاهم اي حاجة، وكسرين حدود القديم وعايزين الجديد وعايزين المختلف وعايزين الموضة. فاهمين عايز اقول ايه؟ فهو بيترك الحكايه ديت وبيروح الناحيه تانية. نقعد نتكلم، ما تلاقيش يقعد يتكلم معانا، صح؟ يعني مش يخش اوضته ويقفل عليه، او يقعد ما بيلعب في حاجته. الحديث بتاعنا ممل، ما بنتكلمش في الموضوعات الهوت الساخنه بتاعه اليومين دول، ما بنستخدمش الكلمات الجديده، بنستخدم كلمات قديمة جدا جدا. يقول لك بقى يعني يقول لك طحن وبتاع. طحن مين يا ابني؟ دي كانت من سنتين، دي قديمة قوي 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 قوي. انتوا بقى روحوا تعلموها. باحث عن الاستقلالية، عايز يحرر نفسه بارتباطه بوالديه، عايز يبقى عنده الصوت الجهوري، صوته عالي، عايز يبقى عنده منطق يجادل بيه. لكن الصراع اللي جواه انه لازال معتمد عليهم ماديا، محتاج المصروف. استقلت للاخر. وبعدين ايه بقى؟ بيضغطوا عليا بموضوع الايه؟ المصروف ده. وبعدين مصاريفي في الوقت ده بيحصل لها ايه؟ بتزيد. لأ انا عايز اتفسح واصرف مع اصحابي، وعايز البس اللبس الجديد الروش المقطع ده اللي هو غالي. فاهمين ال الشد والجذب في كل حتة، عنده الصراع ما بين هذا وما بين ذاك. المتمرد على صلاحيات الوالدين وعايز يطور نفسه وعايز يثبت نفسه في مواجهة تحديات الحياة، وعايز يثبت ان رأيه صح واختياراته صح، واللي بتقوله غلط واللي انا بقوله هو الصح، وانتوا مش فاهميننا وانتوا مش حاسين بينا، صح كده؟ فده التمرد اللي جواه، وده حقيقي. هو مش بيمثل، ده الحقيقي اللي جواه، دي الصراعات الحقيقية اللي بداخله نتيجة الاربع اسباب اللي اتكلمنا عنها. ايه خصائص المرحله ديت فيسيولوجيا بقى وسيكولوجيا وجسديا ومن الخارج ومن الداخل وبيولوجيا؟ شكل المرحله دي ايه والصور بتاعتها ايه بعيدا عن المشكله؟ سبع حاجات قلنا دي مظاهر المشكله، دي الصراعات بتاعه المشكله اللي جواه، ده الحاصل جواه نتيجه الاربع حاجات الاولانيين اللي قلناها ديت. خلينا نشوف خصائص المرحله، ما يحدث للبنت في هذه المرحلة. الفيلم ده مرة تانية معمول ليهم، بس مفيد قوي ان انا اتفرج عليه يقول زي ده اللي حصل لي، صح؟ ومفيد ان انا استخدمه بعد كده اني اجيب بنتي وقعد اقول لها ممكن تتصوري هيحصل لك ايه؟
تعال نتفرج على ما سيحدث لك في الأعوام والشهور القادمة. تعالوا نتفرج. مجد المسيح. Hey, Wellcasters! Today we're going to cover puberty from the female perspective. And if you don't know what that means, it might be because you A, haven't gone through puberty yet, or B, you're a boy. So boys, listen up. This is what we're about to cover. Our periods, pubic hair, your boobs, and cellulite. Hang out if you want. Section 1, your period and how to prepare for it. So, somewhere between the ages of 7 and 13, your ovaries start pumping out the hormone estrogen. Essentially, this is to help prepare your body for an eventual pregnancy. Your ovaries are filled with thousands of eggs. Every month until menopause, your body passes an egg from your ovaries through the fallopian tube into the uterus, which, at this point, is lined with blood and extra tissue, which would help nourish and protect a hypothetical baby. But when you're not pregnant, your body spends the next 5 to 7 days getting rid of that stuff, which it doesn't need, and this results in your period. It sounds all really straightforward, but it kind of doesn't feel that way, so be prepared. First of all, your hormones surge, and it can do funny things to your mood. For your very first period, the ladies here at Wellcast suggest that you keep a stash of pads and an extra pair of panties around to avoid any embarrassing accidents, which happened to me a lot. It was really sad. Section 2. While we're on the subject of your nether regions, let's talk about your hair. Well, casters, if you look real close, you have hair all over your body. The fine, short, vellus hair on your chest, back, and cheeks help regulate temperature and protect from little tiny things. Its cousin, terminal hair, which you find on your head, in your armpits, on other parts of your face, and in the nether regions, is coarser and means to protect. You'll probably be tempted to shave, pluck, or wax unwanted hair. And we've all been there, and some of us have gone a little bit too far. And the good news, and the bad news, is guess what? It comes back. Welcome to womanhood. If you so choose, find the hair removal method that's right for you, but make sure that you do your research first on its risks and proper use. Section 3. Ouch! My boobs! Tenderness around the nipples and breast area is totally normal as your breasts, you know, fill out. And here's the bad news. They probably won't grow at the same rate as each other. Again, totally normal. You might notice some stretch marks as well if you experience rapid growth, good for you, in your breasts, hips, and thighs. Totally normal. Please don't worry. The stretch marks will fade with time, and I promise your boobs will stop hurting. Until you are PMSing, and then they will hurt again. They're gonna hurt once a month. Section 4, accept the cellulite. The cottage cheesy look cellulite causes is simply fat living just beneath the skin's surface. As your body grows, you're probably gonna notice it a bit, especially around your thighs. But guess what? Most women and girls have cellulite, and it's almost entirely genetic. There's a certain amount of fat your body needs to continue and fully grow and develop into a woman. Think about it this way, ladies. For the rest of your life, your body's gonna hang on to fat differently. And the reason is, deep down inside it's thinking, wait, we might have a baby! Well, ladies of Wellcast, that was fun! Just kidding, I know it wasn't. We here at Wellcast hope you learned a thing or two about your body and your friend's body. And if you feel like the whole world is collapsing in around you, or you feel like an ogre, or you feel like your face has been taken over by this weird disease and you're never gonna be attractive ever again, look around you. Every girl that you know is going through the same thing. Meeting adjourned! For more super cool facts about super cool puberty, check out these resources. Hey, Wellcasters! Fair warning, the following message is intended for pubescent boys. If you saw our first video on puberty, you learned that somewhere between the ages of 9 and 15, weird things start happening to your body and mind. Or you may have noticed this is actually just happening to you. Today, we're going to talk exclusively to the boys on what's happening in your body and how to deal with it. As a side note, ladies, we're working on one of these for you too. I'm sure you're super excited. Tip 1. Here's a little secret about zits. You can't scare them into disappearing.
Hormones, genetics, dead skin cells, and bacteria are having a party in your pores, and your whole face is invited. Think of squeezing zits like a nosy neighbor threatening to call the cops on a party. It might quiet the storm for a little bit, but as soon as the neighbor leaves, you can be sure the party will flare up again, maybe even louder. Hello, red irritated spots. You're best off washing your face regularly, especially after excessive sweating. But hey, don't wash your face too much, because that could irritate your skin too. Use only water-based hair products that won't drip down your face and clog your pores. Eat consciously so your skin gets the alphabet of vitamins it needs to glow. Pause and print this whole list of amazing foods that'll help you fight acne from the inside. If your skin is especially angry, don't hesitate to consult a dermatologist. It's okay. We all need a little help sometimes. And, you know, dermatologists are like psychiatrists for skin. Tip 2. Hey! Can you hear me all the way up there? You're a little taller than the last time we spoke. One of the trickiest parts about puberty is that everyone develops at different rates. The once tallest guy in class suddenly finds himself looking up to girls. And the former class shrimp finds himself hitting his head on doorways. Hello. Here's the thing. The growth spurt part of puberty is kind of a free fall. You can't control your height or how fast you gain it, trust me. But what you can control is your posture. That's right, your posture. A solid stance goes a long way to looking cool and composed, even if you're kind of short. It sounds old-fashioned, but seriously, stand up straight, maintain eye contact, and speak clearly. You'll seem way more in control of your body than you actually feel. Tip 3. Sperm. Testosterone. Oh my! These are the hormones of our lives. And they are exactly what your body starts to produce when puberty kicks off. But, as you probably have figured out, the changes aren't just happening inside. You can expect to gain some muscles all over, as well as length and girth too. Hooray! You might also be struck with an erection when you least expect it, even in your sleep. And that's okay. These will lessen with time. And listen to me, this is happening to every single boy you know. Tip 4. Apply deodorant early and often. We here at Wellcast prefer antiperspirants, which not only mask body odor, but help calm sweat glands to prevent your body from sweating as much in the first place. Look, in puberty, your sweat glands are working in overdrive, especially if you play after school sports or lift weights or whatever. So, please carry an extra deodorant in your bag or keep one in your locker if and when you need to reapply. Tip 5, hair everywhere. Or not. Facial hair has a mind of its own. Whether the root of your problems is either uncontrollable hair or not enough, you must accept that hair will come and go as it pleases. It's true. Just ask a bald guy who might also have a hairy back. So, that's it. Well, for me, not for you. You're still in puberty. We hope you can breathe a little bit more easily knowing that you're not alone. And if you really want this inside scoop into what happens to girls during their teen years, well, stay tuned. We've got one on the way, just for the ladies. Don't worry. We won't tell them that you peaked. And if you need other puberty information resources, check out these sites. اتفرج على الفيلم بتاعهم وده كويس ان الولاد يتفرجوا على الفيلم بتاع البنات وان البنات يتفرجوا على الفيلم بتاع الولاد ويفهم اللي بتحصل معاه لانها بنت بيحصل لها كده والولد بيحصل له حاجه تانية لان الهرمون اللي موجود هنا غير الهرمون اللي موجود هنا لما الحاجه دي بتتاخد بطريقه علميه وبطريقه ما فيهاش ابتذال ولا حاجه مثيره بتعود اني استقبل المعلومات اللي عن نفسي وافهم نفسي بطريقه موضوعيه ومش حساسه ومش سيكشوال مش جنسيه بالطريقه اللي العالم بيقدمها فالافلام دي هتبقى موجوده عشان تساعدنا احنا نتفهم هو بيحصل معهم ايه وعشان نفرجها لهم فما يتفهموا بيحصل ايه وعشان الاثنين كل واحد من الناحيه الثانيه يبقى دريان الاخر كمان
بيحصل معاه ايه. اتمنى ان الريسورسز دي الامكانيات دي تبقى متاحه وتكون موجوده داخل الحلقات وخارج الحلقات. في كميه كبيره لقينا على الويب سايتس منها هنعرب على قد ما نقدر عشان يبقى عندنا مواد علميه بصوره جذابه زي كده مع انها بسيطه جدا لكن توصل المعلومه المطلوبه عن خصائص هذا العمر. ايه خصائص المرحله ديت؟ خصائص جسديه اظن اتفرجنا عليها لكن اهمها النشاط الزائد. بيبقى نشيط قوي. بيبقى في طاقة جديدة نتيجة الهرمونات اللي اندفعت في الجسم. وعشان كده بيحتاج ينام أكتر. بيحتاج ينام أكتر. ولو عندك ابن في سن المراهقة أنت كمان محتاج تنام كويس. عشان هتبقى مجهد جدا. فأنت كمان نصيحة جدا بتتقدم للأباء اللي عندهم أولاد في سن المراهقة. نام كويس. وسيبه ينام كويس. انتوا الاثنين في حالة من العواصف محتاجة طاقة جبارة جدا. خلي بالك من الطاقة ديت اللي ممكن تتحول الى حركة وعنف اذا هو مش مستقر في داخله. الحاجة التانية نمو جسدي السريع. الطول اللي بيزيد ده الزيادة في الوزن. دي مرحلة النمو اللي شبه اللي قبل النهائية. اللي بعدها بسنوات قليلة هتلحم العظم وهيتوقف الطول بتاع الشخص دوت. البثور اللي على الوش حبوب الشباب اللي بتظهر ديت شفناها في الفيلم نتيجة البكتيريا والهرمونات والسويت جلاندز الخلايا بتاعة العرق اللي بتنشط وبالذات في الأماكن الخاصة ديت بيبقى فيه نشاط زايد قوي. الميل اني اتعامل مع الاكبر مني سنا. خلي بالكوا انا طالع من الطفوله رايح ناحيه الايه ادلتود ناحيه الرجوله او ناحيه النضوج عايز اتعامل مع الكبير عشان اقول له روحي انا بقيت ايه كبير بس مش مع بابا وماما عشان ازعلان منهم. واضحه الفكره ديت؟ يعني انا مش عايز ابقى قريب من بابا وماما لكن عايز ابقى مع الاكبر مني. بابا وماما كبار قوي عليا. انا عايز اللي في التوينتز. انا عايز اللي في العشرينات. لما فكرنا نضم اجتماع اعدادي وثانوي لاجتماع جامعه قلنا اكتر الظن ان بتوع اعدادي وثانوي مش هيبقوا حابين يبقوا مع اللي اكبر منهم. ما اعترضوش. انا عايز ابقى مع الكبير. انا عايز احس اني انا كبير. وبعدين انا صوتي بقى كبير. انا بطول. انا هبقى كده قريب ان شاء الله. الخصائص الفكرية دي الخصائص الجسدية. الخصائص الفكرية البعض بيميل للقراءة والبعض بيميل للحاجات الكرافت الحرفية اليدوية. البعض بيبقى عايز يبقى فيلسوف عايز يفكر وعايز يناقش وعايز يقتنع وعايز 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 ففي نشاط ذهني. البعض بيمتلكون مواهب وعايز يبتدي يفجر المواهب ديت وده الوقت اللي لازم فيه استثمر في مواهبه وامكانياته واخرج الطاقه دي في حاجه منتجه بحق وحقيقه. خصائص النفسيه احنا فصلنا الجسديه الفكريه وبعدين النفسيه المشاعر والعواطف والاحاسيس بتاعته. متمرد شرحنا الحكايه ديت وده كمحاوله لاثبات الوجود واثبات الرجوله وإثبات الاستقلالية. المراهق شخص حساس جدا زي ما قلنا هش حساس جدا سهل يتجرح قوي سهل قوي بالذات البنات وبالذات إذا اتقالت كلام مش كويس على شكلها. جرح بيبقى عميق جدا ونافذ ومدمر. فخلي بالكو الشخص ده زي الطفل الصغير ده ولادة جديدة فالحساسية زائدة جدا. بيميل ان يكبت مشاعره ما يطلعهاش بالذات الولاد مش هعيط. بنات يعيطوا يخربوا الدنيا. الولد في السن ده مش هعيط عشان راجل. فبيكبت قوي مشاعره ومش بيظهرها بالذات امام الناس. لوحده البنات بتنفجر في العياط وتبل المخده وتاخد راحتها بينها وبين نفسها. يميل للانتقاد ناقد مش راضي ثائر فبينتقد. فمش عاجبه العجب ونستغرب الاهالي مش عاجبك العجب مفيش حاجه عاجباك اليومين دول هي طبيعه الجسد هي كده اهو.
هو كده ومبالغ، عنده مبالغة في ردود الأفعال، رد فعله أكبر قوي من اللي حصل، ما يستاهلش الموضوع كده، بس هو حساس وثوري ومتمرد. فالمجموعة دي مع بعضها مش هتطلع رد الفعل الأدكوت المظبوط اللي على قد اللي إيه اللي حصل، مش عايز على قد اللي حصل، مش هيفرح على قد اللي حصل. ردود الأفعال كلها مبالغ فيها، مشاعره بتطغى عليه، بيقلب إلى شخصية عاطفية أكثر منها عقلانية، مع أن في نشاط لكن مشاعره غلباه، وده بسبب الهرمونات غصب عنه، ده مش بكيفه. ومشاعر متضاربة جدا جدا، من أشهرها الشعور بالوحدة مع أنه مع الشلة، بس أكتر وقت بيبقى شاعر بالوحدة والقلق والحزن والغضب والاكتئاب، وتسمع منه أنا مش عايز أعيش، تسمع منه في المرة دي كتير قوي، أنا مش عايز أعيش. ما تتخضش، ده جزء من طبيعة هذه المرحلة. عنده بقى رغبة شديدة في امتلاك الأشياء، بالذات لو ما حصلش اللي احنا قلناه في الأربع مراحل الأولانية، فبيعوض في الفترة دي بامتلاك الأشياء. فعايز الموبايل والآيباد والمش عارف ايه والكمبيوتر والمش عارف، يعني عايز كل ما يراه في ايدين غيره عايزه، كل ما عند غيره عايزه. عنده رغبة شديدة في امتلاك الأشياء الأشياء. وده جزء من الاهتمام بالمظهر زي ما اتفقنا، اكتر من اللي جواه واكتر من العمق. اللي جواه متلخبط قوي، فبيركز على اللي ايه اللي بره، اللي متشاف، المنظور اللي الناس هتشوفه وتمدحه عليه او لا. ميال للتحدي، يبقى بيتحدى الناس اللي حواليه، في اللعب بيتحدى، في الكلام بيتحدى، في دايما تحدي، لانه عايز يعمل ايه؟ عايز يثبت ذاته، عايز يحاول ان يثبت ذاته وشخصيته وكرامته والنيو ايدنتيتي، الهويه الجديده بتاعته. يميل لما يتكلم يتكلم بصوت ايه؟ عالي. اتفقنا الاطفال عايزين الصوت الايه؟ الواطي، ها؟ دلوقتي هو عايز الصوت الايه؟ العالي، عايز الموسيقى العاليه، عايز الواعظ اللي بيعلي صوته، الواعظ اللي انت بتتكلم نفسك؟ تكلم نفسك؟ عايز الأصوات الصاخبة. أنت بتستغرب جدا، يعني أنت إزاي مستحمل الدوشة دي؟ يعني في الحفلات بتاعت الزواج بتفاجأ أنه الكبار حاطين كلهم في ودانهم قطن وبتاع وسدين ودانهم، والشباب يروح للراجل بتاع الدي جي يقول له علي، وبعدين إحنا نروح نقول له وطي، وبعدين هو يروح يقول له علي. هو دي خصائص، ها؟ دي ايه؟ دي خصائص، دي خصائص ما فيهاش لعب. الخصائص الاجتماعيه، دائره الاصدقاء بتصبح مهمه جدا وليها تاثير كبير عليه. الشله، حب المنافسه مع الاخرين جدا، الاهتمام بالمظهر الخارجي زي ما قلنا، وبيحاول يقلد ويتشبه الشخصيات المشهورة. فلان اللاعب المشهور بيحلق شعره كده، تلاقي التين ايجرز كله بيحلق الحلقة ديت، ده صح كده؟ صح. فأنا بقلد المشاهير، أنا بمشي وراء الشخصية اللي بتعجبني في مظهرها، بيلبس ايه، عامل شعره ازاي، بيتكلم ازاي، بيمشي ازاي، فاهمني اللي عايز اقوله؟ فانا بقلد المظهر بتاع المثل الاعلى بتاعي. في نفس الوقت ده بيبقى عنده ميل شديد ان يساعد التانيين، مش بابا وماما طبعا، ها؟ برضو عشان خاطر ما حدش يتوقع الحاجات ديت، مش بابا وماما، لكن يبقى شهم ومستعد يساعد الناس لو لقى حد في الشارع محتاج حاجه، لو اصحابه محتاجين حاجه. الشهامه بقى مع الاصدقاء بتبقى على الاخر. الميل للزعامة الاجتماعية، الصراع على الزعامة، الصراع على مين الكوماندا، فهمني؟ مين الكبير، مين الرئيس، وبيستخدم كل قدراته التنافسية والإمكانيات عشان يوصل للحكاية ديت. في نفس الوقت
بيبقى عنده إدراك للواقع الاجتماعي وعايز يصلح الواقع الاجتماعي. خلي بالكو هو رافض القديم ورافض الايه المزيف، فعايز يصلح المجتمع. عشان كده نسبة الناس مثلا اللي شاركوا من السن ده في الثورة عالي جدا، عالي جدا. عشان السبب ده اهو، زيادة الوعي الاجتماعي، الرغبة في الإصلاح، الرغبة في تغيير المجتمع ولو بالعنف، عشان هو ثائر ومتمرد ورافض المزيف ورافض القديم. صح؟ بصوا الكلام ركب في بعضه، وبعد لما تشوف المنظر من بره تقول اه ده اللي بيحصل. ليه؟ عشان ده، عشان ده، عشان التركيبة دي. الدراسة دي ملهاش دعوة بالثورة ولا ليه، فاهميني؟ دي حاجة، ده حاجة ستاندر، دي حاجة موجودة من الأول وقبل كل شيء. طبعا بكل تأكيد بقى يميل للجنس الآخر غصب عنه، بيتحدف يعني حتف كده، يعني ما ملوش حل. وده جزء من الهوية بتاعته. أنا النهاردة راجل، مين اللي هيقول لي رجولتي إن البنات بيحبوني؟ أنا بنت، مين اللي هيقول لي أنوثتي إن الولاد بيميلوا إليه؟ فده فيسيولوجي، ده طبيعي جدا جدا جدا، وما تحاولش تقاوم ده. ده انت لازم تتفهمه للغايه، للغايه، ان في ميل طبيعي للجنس الاخر. ولو ده ما حصلش، الراجل ده ازاي يتجوز واحده؟ يعني انت متخيلين، يعني انا ولد وبتعود على الرجوله وبحب الرجوله، اروح اتجوز ست غيري خالص، وبعدين ايه اسيب ابويا وامي وحالي واتجوزها واعيش معاها بقيه العمر؟ اذا ما كانش جوايا ميل طبيعي للجنس الاخر، طبيعي ما بعملوش ولوحده وشغال من ساعه ما بصحى لغايه لما بنام، مش هتجوز واحده ست. فده امر الله عمله عشان نتجوز، وعشان لما نتجوز نقدر نعيش سعادة مدى الحياة لو عشناها صح طبعا، وما قرفناش بعض وساعدنا بعض. لأن الاختلاف بين الرجل والمرأة اختلاف كبير مش قليل قوي، مش بس في الشكل إن البنات أحلى، لكن يعني عادة يعني لكن الاختلاف مش في الشكل ولا في طول الشعر، لا، ده الاختلاف في المشاعر وفي العواطف وفي الهوايات وفي الاهتمامات، في حاجات كتير قوي 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 قوي. ففي السن ده بتبتدي المرحلة دي عشان في يوم من الأيام أقدر أتجوز إنسانة وأنا راجل، إنسان وأنا ست، ونعيش مع بعض في سعادة العمر كله. ودي لازم نحترمها ولازم نفهمها ولازم نقدرها، ودي جزء أساسي جدا من التغيرات الكبيرة جدا اللي بتحصل في هذه المرحلة. إنه أنا عايز يبقى عندي علاقة بالجنس الثاني، أنا بميل إليه، انا بيبقى عندي انجذاب ليه، بيبقى سهل احب واحده من الطرف الثاني او احب واحد من الطرف الثاني، واحيانا احب اكتر من واحده، واحب اكتر من واحد. طبعا بالنسبه لبعض الناس ازاي يعني ده بيحصل؟ بيحصل، بيحصل، وبيبقى الشخص مستغرب لروحه انه كده، بس بيحصل نتيجه ان هذا الانجذاب واكتر من حد عاجبني، فما عنديش مانع اني اكون معجب باكثر من واحد من الطرف الاخر، لو بالذات الاكثر من واحد ده اللي هم كمان معجبين بيا، من الولد ناحيه البنات او البنت ناحيه الاولاد، وبسعى لتكوين علاقه ورايهم فيا بقى اهم حاجه بالنسبه لي، بقى اهم حاجه بالنسبه لي. في المرحلة دي بيظهر عند البعض بقى الخجل والميل للعزلة والانطواء بسبب عدم الثقة وبسبب الفشل وبسبب اللي قلناه قبل كده. هو ما كانش كده، هو ما كانش انطوائي. فاللي ما كانش انطوائي وفي السن ده بقى انطوائي، أكيد ده عرض خطير، وأكيد ده معناه عدم ثقة، وأكيد ده معناه فشل في المراحل اللي فاتت. فعند المرحلة دي ما قدرتش أواجه العاصفة دي فانسحبت. واضحة؟ فانسحبت. أحلام اليقظة بقى كتيرة، والخيال الخصب في المرحلة دي كتير قوي، لأني بواجه عاصفة شديدة جدا، بواجه تحديات أكبر مني، فبيبقى سهل أني أنا أروح للعالم الخيالي عشان أحققها هناك، مش كده؟ فأحلم بالأمورة السنيورة، أو أحلم بفارس الأحلام، أحلم باللوف ستوري قصة الحب، أحلم بالشهرة، أحلم بالنجاح. سهل قوي،
سهل قوي، الهروب من الواقع إلى عالم الخيال اللي بحقق فيه أمانية وبحقق فيه أحلامي. وطبعا ده بيأثر جدا على المستقبل، لأني برسم أحلام مش واقعية وببقى مثلا مستني الولد ده يتقدم لي، الولد ده مش موجود ما بيتقدم ليش، وده بيأثر جدا على اختيار شريك الحياة. بستنى البنت دي، طبعا مش موجودة البنت ديت فما بلاقيهاش، فممكن يمضي بيا قطار العمر لأني ما لقيتش هذا الحلم اللي رسمته في هذه المرحلة من حياتي دون أن أدري أن ده كان خيال وأن ده كانت خيال خزب وليس واقع وليس حقيقة. فلازم احترم ان في الوقت، وعشان كده الميديا وبروح للفانتازي لايف والاخره، فكل الحاجات دي افتكر بتركب في بعضها بسهوله. عايز اقف هنا قبل ما نخش هنتعامل ازاي مع هذا، ما هنعمل ايه يا شطار يا حلوين، ها هنواجه ازاي كل التحديات ديت. عايز اتاكد ان احنا الجزء ده فهمناه، الملامح المشكله، خصائص المرحله ديت في الولاد وفي البنات بصورها المختلفة الجسدية والنفسية والفكرية والعاطفية. أي أسئلة؟ تفضلي. مجلس المسيح. الفيلمين اللي احنا شفناهم بيقول انه المرحلة دي يعني جسديا بتبتدي عند البنت من 7 لـ 12، يعني في الوقت ده. فالمفروض ابتدي امتى احكي في الحاجات دي؟ عند اي عمر المفروض احكي؟ من 7 لـ 12 مش الـ مش الـ مش البيريود، هتبتدي من 7 لـ 12. طبعا في ناس بتبتدي بدري قوي عندهم، لكن بدايات المرحله ديت ان الشكل بتتغير بتبتدي تطول، فانت هتلاحظي، انت بتلاحظي دخلت ولا ما دخلتش، مش كده؟ صح، بيبان في البصور في الشقه في كل حاجه بيبان، فما دام الحاجات الجسديه ابتدت تبان يبقى الهرمونات تتكون، مش كده؟ يبقى في الدنيا ساعتها بقى ابتدي اخلي بالي احنا داخلين، فانا اللي هلاحظ مش هي، انا اللي هفهم مش هي، فهقدر اساعدها بدري بدري. اسئله تانية في الخصائص ديت؟ في اسئله؟ في اسئله؟ اتفضل. التكمله للسؤال، حضرتك قلت احنا هنلاحظ امتى نتكلم، بس نتكلم نقول ايه بقى؟ مش عارفين نتكلم نقول ايه اساسا، يعني اشرح لها بانهي ليفل او اشرح له بانهي انا عندي يعني ديفيد وسيلين شباب مش عيال، 11 و12، خلاص هما الاثنين داخلين بقى، يعني هما الاثنين نطوا اساسا خلاص اوريدي حضرتك جوه، فابتدي فانا مش هتكلم على اللي فات، انا عايز اتكلم، عايز ابدا الكلام، ابدا منين؟ ابدا بحاجه زي الفيلم ديت، انت عارف انت داخل عليه وعارف ليه وعارف ايه الصراع، لو لما انا اجي اقول له انا فاهمك، وانت لازم تبقى فاهم نفسك، وده هيساعدك انك تواجه المرحله ديت الحياه، واحكي له عن نفسي، انا بكل اسف ما كنتش فاهم ودخلت فيها وانا مش فاهم وتلخبطت ومحدش، انا تعبت قوي يعني بالظبط، فلما اعمل له كده ويبقى في نوع من الايدنتيفيكيشن يعني التوحد معاه، ده بيبني كباري. هنقول الحكايه دي، اهم حاجه الكبري اني اكون موجود، اني ما افقدوش، هو عايز يفلت وانا ادي الحريه ديت، لكن احافظ على العلاقه دي لانه هيحتاج مساعدتي قوي، هيحتاج مساعدتي جدا، بالذات بابا، بابا هيلعب دور كبير قوي قوي في هذه المرحله. واضح؟ فلو بدري بدري وجيت قلت له انت عارف انك داخل في التين ايج، انت عارف ان المرحله دي مش عارف ايه، تعال اتفرج على الفيلم ده، ايه رايك فيها؟ حاسس بايه؟ ابتديت تشعر بالحاجات دي ولا لا؟ انت متخيل التغيرات دي؟ انت فاهم ايه الفيسيولوجي بتاعها؟ انت قريت حاجه عنها؟ اتفرجت على كتب؟ انت هيبقى عندك مشكله كذا وكذا 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 وكذا، ساعدني ان ما اغلطش الاخطاء اللي اهلي غلطوا، يعني واضح؟ يعني عندي حوار كبير قوي اقدر اعمله معاه. طيب الحاجه الثانيه ان انا يعني بعد حضرتك قلت بعد الالفاظ او الكلمات او التعليقات على الحكمه اللي تقولي خضني، زي مثلا حضرتك بتقول عادي ممكن يحب واحدة أو اتنين، عادي ده إحساسه فعادي، هل هو عادي عشان عندي يعني accepted ولا يعني مقبول إنه يعمل كده، ولا عادي لأن أنا هعالجه، فأنا مش عايز يعني أنا حاسس إنه هو يعني عادي يحب اتنين يحب تلاتة، طب ما ده هيضيع نفسه ويضيع البنات، مش عايز يبقى حب. عادي لا هو حب زائف، هو فهمه حب كويس، فإحنا لما لو انا فاهم الحكايه ديت وعملت معاها من غير ما اتخض، بتحب اتنين يا واد خرابك مش عارف، يعني انا فقدته غير انا فاهم،
انا فاهم ده ممكن يحصل لان ده مش حب، فاهم؟ ده اعجاب وانجذاب، وهي دي عجباه ودي عجباه، ودي فتح له السكه ودي فتح له السكه، ودي مش عارف بتبعت له ايه ودي بتبعت له ايه، وهو لسه محتار، وهو مش بينقي عروسه دلوقتي، فايه المشكله ان يبقى المعجبين كتار؟ فبالظبط اني افهمه بقى ان هتتعامل ازاي مع مشاعرك دي، هتتعامل ازاي مع عاطفتك دي، هتحترم ازاي الناس دول، ازاي مش هتلعب بيها، ازاي مش عارف ايه، ازاي بتحول ده الى ايه. يعني اتكلم في الحاجات دي قدام. فانا ما اتخضش بادي زي بادي، لان لو انا اتخضيت وهو وصل اتخض مش هيقفل الباب ومش هيقول لي حاجه. انا ليه انا بعلق؟ لانه الكلام ده ضيعني انا سنين طويله، سنين طويله ما يعني انا ما لقيتش حد يفهمني، فالعادي ده فضل معايا عادي، فانا خايف عشان كده. الاعتراف بالحق فضيله، ان اعترف بان ده اللي حاصل وبعدين ازاي اعالجه هو ده لكن اني ارفض ما يحدث لمجرد انه حادث وانه مش عاجبني، مش عارف اتعامل معاه، مش عارف اتعامل معاه. عزيزي المشاهد احبائي، اشكركم عشان متابعتكم لينا هذه الحلقه العاصفه التي نجتازها ونحن نتكلم عن هذه المرحله الحساسه من عمر اولادنا وبناتنا اللي احنا مرينا بيها ومحدش ساعدنا. احنا مش عايزين نغلط الغلطه دي، احنا عايزين نتفادى الغلطه ديت، نتفهمهم ونفهمهم ونقف جنبهم ونعدي بيهم الى النضوج والى الثبات والى ما ينبغي ان يكونوا. اشكرك عشان تابعتنا هذه الحلقه، ربنا معك. في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد، عايز أشجعك أنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv. هتجد كل الحلقات موجودة، وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة، تقدر تتفرج عليها ستريمينج، تقدر تلاقيها وورد، تقدر تلاقيها تشيت عشان تحله وتبعته لينا مرة تانية، تقدر تلاقيها PDF، تقدر تلاقيها PowerPoint، أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون MP3 عشان تقدر تسمعها، أو تكون للآيبود بتاعك، أو تكون للآيفون بتاعك، أو تكون كمان ويندو ميديا بلايرز. والسي دي هات، الدي في دي هات هاي كواليتي، موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن، فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك. إلى أن نلتقي، ربنا معك.